السلام عليكم عمو، تعال حياك الله. سلام عليكم، كيف الحال؟ يا مرحبا، حياك الله. من وين؟ أني من بغداد، مقيم بسليمانية. مقيم بسليمانية، شنو شغلك عمو؟ عندي محل تحفيات وانتيكات. محل انتيكات، الانتيكات والتحفيات بالسليمانية لها ناس يشترون. اي نعم، لها رواج، يحبون يعني. لأن لا تنسى سليمانية مدينة الثقافة، مدينة ثقافية مهمة. نعم. جدا بالعراق، صح؟ اي نعم. صار لك ايش قد بسليمانية؟ 18 سنة. عمر؟ اي. شلون اللغة الكردية عندك؟ يعني. ليش ما تعلمت؟ 18 سنة. كبير بالعمر، مو ما تعلم. بس تفيدك بالتجارة؟ اي لا لا، بالتجارة اعرف. بالتجارة؟ اي. بيع وشراء وهذا. هنا ساكن عائلتك كذا؟ اي نعم. شلون الحياة؟ سهلة صعبة؟ والله الحياة طالما عندك شغل وترزق سهلة. اي اذا يعني اذا تعتمد على نفسك بالعمل. اي مو موظف وكذا. بس اذا انت كالي وهذا لا، ما طلع راتبي. بس هنا لازم تشتغل، ما تقدر تقعد. لازم مثل اوروبا، نظام اوروبي. اي صح، تشتغل تاكل، ما تشتغل ما تاكل. اي وين كنت ساكن قبل؟ ببغداد. اي ببغداد. وين ببغداد؟ شارع صنعاء، قراج الامانه. قراج الامانه. اي زين، يعني طفولتك وتاريخك هناك. ايه بغداد عتيالي حلوه مو؟ ام الدنيا يعني. كم ساره يمك وهاي؟ أيه. بغداد جديده. كم بغداد ساره؟ جديده. باب الشرجي قريبه. تحن لي بغداد لو لا؟ ها؟ تحن لي بغداد؟ شلون؟ هي هاي اللب مالتنا، القلب مالتنا، شلون ما نحن عليها؟ حلوه بغداد. بس شو تسوي؟ تجبرك على المر. غير الامر. ان شاء الله يا رب حياتكم بلا مراره يا رب. حبيبي يا رب. شنو اللي يحتاجه المواطن العربي في السليمانية؟ اكو شيء لازم ياتي من بغداد يوصل له؟ اكو تقصير؟ اكو واجبات المفروض وحقوق عليا؟ لا لا، هنا انا بكردستان بحيث انا خلص 18 سنه هنا. قدام القانون سواسية، ماكو فرق بين. لا انا احكي حتى بالقرار بغداد، يعني تحتاجون شيء من بغداد المفروض؟ لا احنا الوزارات الموجوده ببغداد موجوده هنا، اكو موجوده يعني وزاره الهجره والمهجرين، وزاره الداخليه موجوده. من تراجع انت لهاي الوزارات وانت عربي الجنسيه عادي يعني نفس التعامل؟ اي نفس التعامل. ماكو فرق؟ لا لا ماكو فرق. جي. ما حكيت بورب يعني نظام العداله موجود عندنا. اي نعم، بس شنو نسوي قرار شوي؟ زين لا تخالف. اي المهم انت تمشي يحترموك، ما تمشي لا والله. غير اسلوب. ان شاء الله ما حد يشوفها من الناس كلها. آمين. شكرا استاذ، ونورتنا. يا مرحبا. أهل. أهل.